السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم غنعاود معكم السلام باش غدي السيده اللي غادي نصاوب ليها لو سوان. المهم انايا هنا كان بغيت غير نذكركم، ولا بغيت نقول لكم بان كاين لا بروموسيون في لي سوان دو فيزاج في هذا الاسبوع كامل، من نهار اثنين حتى لنهار الحد ان شاء الله. غيبقى لكم سوان غير ب 120 درهم. سوان يعني راه غتشوفوا المراحل ديالو في هاد لا فيديو. انا غادي نصاوب لواحد اليوتيوبرز غادي تجي عندي ان شاء الله، غادي نصاوب ليها لو سوان وغادي تشوفوه يعني المراحل ديالو كاملين. يعني اي وحده جات تستافد من هاد البرومو يعني نفس المراحل ان شاء الله اللي غادي نخدموا ليها. هذا ما كان بغيت نقول لكم، وان شاء الله اي وحده بغات شي يعني بغات دير شي حاجه وبغات فيها البرومو تكتبها لي في صندوق الوصف، او عفوا في لي كومونتير، انا غادي نلبي ان شاء الله الطلب، لانه في هاد الشهر ديال 8 و 9 ان شاء الله غنديروا تخفيضات في بعض المسائل في الصالون تحت الطلب ديالكم. يعني اي حاجه بغيتوها مرحبا وسهلا غادي نلبي الطلب. كل اسبوع غادي يكون برومو في شي حاجه، كل اسبوع غادي نديرو برومو في مسلم المسائل اللي غادي نشوف الناس كاتبينها ليا في لي كومونتير بزاف، غادي نديرها ان شاء الله. المهم هذا ما كان، خليكم على فيديو حتى الاخير، غادي تشوفوا لمن غادي نخدم، شنو غادي ندير. صراحه ماشي غير يوتيوبرز واحده اللي غنخدم لها اليوم، غادي نخدم الجوج، كانوا هما من السباقات اللي شافوني لونسيت في الانستغرام وفي الواتساب، وهم يقولوا لي لا رانا غادي نجو باش نستافدوا من البروموسيون نديروا لي سوان. يعني غادي نصور لكم اليوم جوج ديال اليوتيوبرز كما قلت لكم، نخليهم لكم مفاجاه حتى تشوفوهم، تشوفوا شكون اللي غادي يجي عندي اليوم ولمن غادي نصاوب هاد لي سوان بجوج. المهم خليكم معايا حتى الاخر لا فيديو. وهنايا شت القهوه باش نفطر كيف كتشوفوا. غادي نفطر. المهم كيف قلت لكم راه انني اليوم صراحه عندنا نهار يعني مليء بالخدمه، خاصنا نبداو يعني النهار ناشطين واكلين مزيان. المهم احنا غادي نفطر دابا. صراحه المهم جابوا لي البنات هاد القهوه كيف كتشوفوا، كابوتشينو عفوا ماشي قهوه. غادي نفطر وغادي نبدا العمل الجد. غنبدا لو سوان، يلا خليكم معايا. ايوا هنا البنات غادي نبداو لو سوان كيف تشوفوا. ها هي السيده اللي قلت لكم غندير لها لو سوان هاد الصباح، إلهام. نعم اختي صورتي اختي، تصورات مع النائبه ديالها فيدا. هاي هاي خصني ناخذ الاوردر هي الاولى. المهم بغي نصور لكم اليوم داكشي ديالكم. المهم ها هو لو سوان كيف قلت لكم غادي نبداو. المهم انا شفت البشره وكلشي، عرفت شنو لي زيتاب اللي غادي ندير. كيف قلت لكم كيف قلت لكم بالنسبه للو سوان نخدموا لو سوان اللي غادي ندير فيه بروموسيون اللي ابتداء من اليوم ب 120 درهم، فيه داخل فيه الحجبان والدوفي. المهم احنا دابا غنبداو لو سوان، والحجبان والدوفي ما كنصاوبهمش حتى للمرحله ما قبل الاخر. خليكم معايا حتى الاخر لا فيديو تشوفوا لو سوان كيفاش غادي يجي ان شاء الله. ايه دابا شنو هذا؟ هذه هي المرحله الاولى اللي غادي نديرو، كنطويو الوجه مزيان. مرحله التنظيف، تنظيف بالعميق. عجبك التنظيف اختي؟ لعب المرحلة الثانية. هذه المرحلة الثانية القماش كيف كتشوفوا، صافي غنخلو حتى كينشف ومن بعد غنديرو القوميوه مزيان، وغادي نديرو البخار ديالنا باش نحيدو لي بوان نوار. خليكم معايا ليتس جو. السيدة العزة توفيقي من الرقاد، صباح الخير. ولا لا خاولا شنو زدتي هنا؟ هنا زدنا واحد القماج لي ليفغ كيف كتشوفو ديال القهوة، ما نساوهم حتى لي ليفغ ضروري يترطبو. وبالنسبة لهادو ضروري كندير فيهم هذا ما الورد وواحد لابودغ باش يخلو لنا هاد سميتو ديال الودن، ديال الودن ديال الودن. صافي كنت عارفة واش عندك ودنين انت في وجهك. ديال هذا ديال لي سيغنو هذا باش انهم يتفتحوا لنا مع لو سوان ديالنا. مزيانه لا نعسي وارتاحي لي مع راسك وسيري سهري قولي لا ما خرجش ليا زوين. كنديرو القماش كيف شفتو، غادي نقومي الوجه مزيان وموراها غادي ندير البخار باش نحيد لي بوان. خليكم معايا وتبخري لي اختي لا مع كاع الصاد. خرج منك الحيط البيت، حيط البيت. هنا البنات هذه المرحله الثانيه كيف كتشوفوا دايره البخار.
من بعدها غادي نحيد ان شاء الله لي بوان نوار. خليكم معايا. وهنا كيف كتشوفوا هذه المرحله من بعد ما حيدنا لي بوان نوار، المهم ما وريتكمش داك المنظر البشع ديال لي بوان نوار، شنو نخسر لكمش خلاكم. المهم حيدنا لي بوان نوار من بعد البخار كيف شفتوا، حيدنا لي بوان نوار. فهاد لازو اللي كتشوفوا هنا وهنا راه دايرين واحد القماج كيتهز، لان غير كيبقاو دوك الشعيرات الرقيقين ديال هذا ديال لي بوان نوار الرقاق اللي كيكونوا غير فوق الجلد دغيا تهزو. درنا هنايا وهنا بعد نهزو، وهنايا هاني درت الماسك باش نسد ليها المسام، وفي نفس الوقت راه اكليغسيسيون. من بعد ملي غنحيد هادو غادي ندير الماسك نفس هاد الماسك هنايا. خليكم معانا. وين كوكتيل هذا؟ وهون يا الطفيلات كنحيدو الماسك الثاني. المهم سمحوا لي راني حتى كنحيدو عاد تفكرت اني ما صورتوش من الاول، كنا صراحه مضغوطين هاد العشيه شويه بالخدمه، كان الصالون عامركم عرفتوا ملي كيكون البروموسيون خلاص راه كلشي كيبغي يستافد منه، داكشي علاش كانوا عندنا لي سوان، داكشي علاش. شوفوا الى مرة كتعبر تهضر. هذا مكان المهم كيف قلت لكم ما صورتو معكم حتى الاخير. المهم هادو هما لي زيطاب ديال السوان اللي غادي ديروا، يعني اللي جات بغات تستافد من هاد البروموسيون راه 120 درهم فيها هاد السوان، يعني بجميع هاد لي زيطاب اللي شفتو، وفيها حجبان ودوفي غرات، يعني كيبقاو لكم فابور مع السوان خلاص راه غير ناقصين في لو بري ديالو، هو راه كتر من هاد الثمن اللي هذا كتر من هاد الثمن بطبيعه الحال، داير نورمالمون هو راه ب 200 درهم، حنا درنا ليه 120 درهم. هذا مكان كنتمنى انه يعجبكم، يعني يعجبكم سوا وتشوفوه في الهام كيفاش جا. صراحه هي راه عجبها بزاف، يعني سوا ارتاحت فيه، البشره ديالها ارتاحت. هذا مكان خليكم معايا تكملوا معايا الفيديو. هالحجبان صاوبتهم الزهير، المهم ما تقولوش راه مشات بلاش، انا صاوبنا ليها الحجبان ودارت الخيط للوجه كيفكم بافيه. انا اصلا زوينه ولا داكشي زوينه الصراحه. شتو المهم لا فورم اللي درت لها الحاجب، سدي عينك، شتي لا شتو لا فورم اللي درت لها الحاجب. المهم راه بلا مجامله راه عجباتها. بصحتك وراحتك. عجباتني والله شكرا. بصحتك الزين الصحه والراحه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. العزات زعما شوفوا شكون جا عندي اليوم. جات عندي ابتسام العزاوي باش دير سوان، هذه ثاني مره كدير عندي لو سوان، ديجا حطيت لكم واحد لا فيديو درت لها سوان فيزاج، دابا جات تغتار من الفرصه، هي من الاوائل اللي جاو اكيد يديروا سوان فيزاج عندي في الصالون اللي قلت لكم دايره فيه بروموسيون. صاوبتو الالهام وغادي نديرو حتى الابتسام، مهم نفس المراحل نفس كل شيء. شوفوا هي النتيجه قبل، المهم انا ما صورتش معكم المراحل من الاول حيت ديجا صورتهم عند الهام، مهم غادي نصور معكم غير لقطات فقط، وخليكم معايا باش تشوفوا الريزلت فينال كيفاش غادي تجي. بصحه ابتسام. الله يعطيك الصحه شكرا. هنايا كيف كتشوفوا كنحيدو لي بوان نوار، المهم ابتسام راه قالت لكم اسعد مرحله هي هذه. اصعب صعيبه ولكن راه هي اهم شي حاجه في هاد لو سوان كلشي. شفتوها لي بوان نوار، المهم باش نوري لكم عند الهام هاد المراحل، المهم راه ما صورتهاش معكم ولكن راه مزيانه كتحيد مزيان. المهم درنا واحد لاباراي هي الاولى، انا غادي نوريها لكم. اري زهير هذه هي الاولى، شوفوا شحال حيدات. عاد من بعد كنديروا هاد البانس لهذوك اللي كيكونوا صعاب تحت الجلد. وهنايا من بعد ما حيدنا لي بوان نوار غادي نديرو الماسك، نسدو المسام، وهنايا عندها هي لي بوان واغ. شوف هاد لاباغتي من هنا باقيين دوك لي بوان واغ الصغار، وهنا وهنايا راه درنا فيه هداك القماج لاخر اللي كيتهز كيحيد دوك لي بوان واغ القصار. صافي هنايا غادي نديرو الماسك باش نسدو لي بوغ، وفي نفس الوقت باش نديرو الإكليغسيسيون شوية لابو. خليكم معايا حتى نصوركم المرحلة الموالية. هون يا الطفيلات شوفوا هذاك ملي كنت كنرفدو راه غادي يبانو لكم شي بوان نوار قدهم قداش، راه باينين بيضين تشوفوهم قدهم قداش تحيدو، يعني كانوا تحت لابو وخلاص راه غادي يبان لكم النقيطات الصغيورين هذوك ديال لي بوان نوار، يعني الشعيرات الصغيوره. وشوفوا يعني ملي تحيدو لي بوان نوار نهائيا كيفاش جات لابو.
وهنا الطفيلات كيف تشوفوا درنا الماسك الاخضر صافي سالينا لو سوان. هالنتيجة النهائية بعد ما سالينا السوان ديالنا وصوبنا الحجبان. حيدي النظر باش يشوفوا الحجبان، شتو شتو الحجبان والدوفي. المهم راه السوان الباك فيه سوان دفيزاج والحجبان والدوفي كما قلت لكم. المهم هذه هي النتيجه النهائيه ديال ابتسام. مرحبا بها راه ديما كنقولها مرحبا مرحبا اصلا الدار. تجي تشرح حبيبي الدرداري صافي ولا الصالون صالون في راسكم. لونسيت لونسيت البارح البروموسيون في البلاصه صونات عليا، ماشي كنقولها ولا شي حاجه، في البلاصه صونات عليا قالت لي انا صاحبه البروموات غدا جايه غدا جايه رونديفو الصباح. بصحتك الزين وراحتك.